بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة يوسف ذيبة. اليوم إن شاء الله رايحين نعمل المخمرية. طبعا كثير بتسألوا إيش معنى المخمرية. يعني هي عبارة عن مستحضر من مستحضرات التجميل والعناية بالشعر والجسم، وتساعد على ترطيب الشعر والجسم، وتتميز بالرائحة التي تدوم لفترة طويلة على الشعر والجسم، طبعا مقارنة بالعطور السائلة، فهي سر من أسرار تعطير الشعر والجسم. مكوناتها عندي كريم الجليسوليد، وعندي الجلسرين ملعقة كبيرة، وعندي ماء الورد برضو ملعقة كبيرة، وعندي مكعب مسك، المسك الأحمر طبعا أنا برشته ناعم. هذا هو المكعب، رائحته جميلة جدا. بداية نضيف المسك المبروش، ونضع عليه ماء الورد ملعقة كبيرة، ونقوم بالتحريك. رائحته جميلة جدا. أيضا نضع عليه الجلسرين برضو ملعقة، ونحرك زي ما انتم شايفين أمامنا. الآن نضع كامل الخليط في حمام مائي حتى الذوبان. هيك ذوبنا كامل الخليط زي ما انتم شايفين. الآن نضيف الجلوسيريد للخليط، وما نكثر من الجلوسيريد، بس ملعقة كبيرة. هكذا أضفنا، ونقوم بالتحريك أيضا كامل المواد، وإرجاع المواد أيضا إلى الحمام المائي حتى يذوب الجلوسيليد وتتجانس المواد. هكذا أصبحت بعد الذوبان. الآن نضعها في كونتينر أو علبة زجاجية، وننتظر حتى يتجمد الخليط، وبعد هيك نستعملها كالمعتاد على الجسم والشعر بالدهن. طبعا ننتظر لمدة ساعتين لثلاث ساعات حتى يتجمد الخليط والاستعمال بشكل اعتيادي. زي ما انتم شايفين اخواني، المخمرية بعد ساعتين جمدت وصار استعمالها مباشرة. هذه هي المخمرية، ريحتها جميلة جدا، تستعمل للشعر وللجسم، وتدوم على الجسم لمدة طويلة جدا
وطبعا هي مفيدة للجسم لأنها مرطبة للجسم بوجود مادة الجلوسيريد. وعرفتوا إيش يعني المخمرية؟ انتظرونا في فيديوهات أخرى، وإلى اللقاء.